معايا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه على التليفون. مساء الخير يا دكتور طارق. مساء الخير، اهلا وسهلا دكتور عمرو، اتفضل يا فندم. ايه اهميه هذه القمه؟ هي طبعا زي ما حضرتك اشرت وتكرمت، هذه مجموعات اقتصاديه بدات تظهر في الاتحاد الاوروبي وفي هدوء، بمعنى ان هذا التجمع هو اللقاء الثاني كما تعلم، ودي طبعا المشاركه الثانيه للسيد الرئيس. اعتقد انه هذا التجمع الرباعي، هناك دول في أوروبا الآن تتجمع في نطاقات ثلاثية ورباعية وسداسية في شكل تجمعات مصالح، وطبعا معطيات جديدة بتتشكل في القارة، بالإضافة طبعا للانضواء تحت الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مصر تتحرك في الاتجاهات الجديدة للأوروبيين، سواء كان على مستوى الدول الكبرى زي فرنسا وألمانيا حضرتك، وبالإضافة إلى التجمعات الاقتصادية والجيوستراتيجية. هذا تجمع مهم للغاية، لأنه علاقتنا إحنا بدول زي المجر وبولندا علاقات مهمة، وطبعا مصر تنظر لأوروبا نظرتين، نظرة للدول الرئيسة اللي هي زي الدول القائدة التي تقود الاتحاد الأوروبي الآن، والدول الأخرى اللي ليها خبرات حضرتك مهمة جدا في نطاقها. وكان مهم ان السيد الرئيس يشارك للمرة الثانية، يعني في اطار نقل رسالة مهمة، وزي ما حضرتك اشرت انها الرسائل المباشرة، لانه الموضوع مرتبط طبعا بالتحديات اللي تواجه الشرق الاوسط والامن الاوروبي، هناك مناطق متماسة في هذا الاطار، وفي طبعا يعني شراكة مصرية أوروبية في هذا الإطار. وربما دعوة السيد الرئيس أنا في تقديري الشخصي لمكانة مصر ولمكانة الرئيس السيسي في المنظومة الإقليمية والدولية، وباعتبار أن مصر بالفعل قامت بتقديم نموذج لدولة التحول السياسي والاقتصادي بصورة إيجابية. السيد الرئيس في تحليل مضمون كلماته النهاردة مهمة جدا، لأنها دالة لمعطيات معينة في إطار العلاقة المصرية الأوروبية، لأن السيد الرئيس تحدث عن فكرة انهيار مفهوم الدولة الوطنية، ضعف مؤسسات الدول اللي هي في الشرق الأوسط اللي واجهت هذه التحديات، خطر الإرهاب، ويعني سرد السيد الرئيس بمهارة كبيرة نجاح مصر في مواجهة الإرهاب، لكنه ذكر يعني أن الحل ليس أمنيا، وإنما بطبيعة الحال بيتضمن أبعاد يعني عديدة اجتماعية وتنموية. المقاربة الوطنية اللي طرحها السيد الرئيس يعني تدفع هذه الدول باعتبار أنهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن يكون هناك جهد دولي في مواجهة التحديات المشتركة. السيد الرئيس تحدث عن فكرة الهجرة الغير مشروعة، صحيح. تحدث عن تسوية الصراعات الإقليمية، استعادة الدولة الوطنية. طب اسمح لي دكتور طارق، اسمح لي أنا عفوا، يعني حضرتك أشرت إلى يعني قضية مهمة جدا تشغل بال الأوروبيين كما تشغل بال الجميع، خاصة يعني دول زي مصر. نستمع معا إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية ودعوته إلى مقاربة مختلفة للتعامل مع هذه القضية، لنستمع معا. إذا كنا بنتكلم عن الهجرة غير الشرعية، فمصر فيها 6 مليون هجرة مواطن غير شرعي يقيموا في مصر، ليس في معسكرات لاجئين، ولم نقبل من منظور أخلاقي وإنساني إن احنا نسيبهم يتحركوا في اتجاه أوروبا ولقوا مصيرهم في البحر، ولقوا مصيرهم في البحر. لا، احنا قلنا لا، احنا مش هنسمح بده حتى لا نصدر المشاكل لاوروبا، وايضا حتى لا نلقي بهؤلاء الناس الى المجهول في في البحر او للمجهول للضياع. يعني لم تخرج مركب هجره غير شرعيه، بس انا عايز اقول نقطه مهمه، كل الهجره اللي جت لمصر من الدول الافريقيه ومن الدول اللي كان فيها مشاكل وصلت حتى الان في مصر ل 6 مليون مواطن ومواطنة من أفريقيا ومن دول أخرى حصل فيها عدم استقرار، بس مصر أبت من منظور حقوق الإنسان أنها تسمح بالمزايدة بهذه، إحنا بنسميهم في مصر ضيوف، ما بنسميهمش لاجئين، وما عندناش معسكرات للاجئين في مصر، هم بيعيشوا زي كل المصريين بيعيشوا وبيتعلموا في مدارسنا وبيتعالجوا في مستشفياتنا. يعني زي ما استمعنا مع بعض دكتور طارق، يعني الرئيس يقول نحن نحتاج إلى مقاربة مختلفة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، وأن مصر لم تفعل كما
فعلت وتفعل دول معينة عندما يعني تستخدم ورقة اللاجئين وقضية اللاجئين غير الشرعيين لمبارزة أوروبا وللحصول على يعني أموال أو حتى على نقاط سياسية زي ما بيقولوا. تقييم حضرتك لهذه النقطة؟ يعني هو بالضبط زي ما أشار سيادة الرئيس أنه مصر لم توظف الملف اللاجئين لحسابات سياسية، هذا الملف لم يتم تسييسه مصريا، في حين فعلت دول عديدة في النطاق الأوروبي والنطاق الإقليمي وتم تسييس هذا الملف بصورة كبيرة لحسابات سياسية. إنما إشارة السيد الرئيس في هذا الإطار أن مصر كانت حريصة بالفعل على التعامل الإنساني، على اعتبار أن مصر كما ذكر سيادة الرئيس بترفع راية الإنسانية. لكن خليني أقول نقطة دكتور عمرو في هذا الإطار، هو أن الأوروبيين عليهم دور أيضا، يعني القضية أن مصر لديها خبرة وتجربة مهمة بتدرس في الأكاديميات العسكرية الآن اللي هي خاصة بضبط الحدود. إحنا نجحنا بمهارة في ضبط مناطق الحدود بصورة كبيرة من خلال الحدود البحرية، وتوقفت الهجرة الغير شرعية. لكن بطبيعة الحال الاتحاد الأوروبي عليه دور أيضا في هذا الإطار، وربما كانت رسالة السيد الرئيس مهمة في هذا الإطار، لأنه بطبيعة الحال هناك إجراءات بتتخذ وهناك خطوات يجب أن تتضافر فيها الجهود الأوروبية والمصرية والإقليمية. وبالتالي يعني هذه الظاهرة مهمة للغاية، واعتقد من المهم ان تكون الرسالة قد وصلت الى دول الاتحاد الاوروبي. طبعا في مجالات اخرى للمجالات التعاون حضرتك السيد الرئيس ركز عليها، في مجالات الخبرات والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، يعني كانت هناك امور مهمة. لكن خلينا اقول نقطة انت حضرتك اشرت اليها دكتور عمرو في البداية الخاصة بمبادرة حياة كريمة. مهم جدا السيد الرئيس يقول ان احنا بنتكلم على 100 مليون، احنا مش بنتكلم على دول عددها 10 ولا 20 مليون، بنتكلم على دولة عدد سكانها 100 مليون. وبالتالي أفكار الخاصة بالمبادرات الوطنية الحياة كريمة واستهداف 60 مليون مهم جدا، لأن الرقم كما تعلم حضرتك المخصص للمبادرة 700 مليار. بالتالي احنا بنتكلم على مفهوم شامل للإنسان، مفهوم حقوق الإنسان، وعشان كده يمكن السيد الرئيس توقف في النقطة المهمة اللي هي حقوق الإنسان إنها كموضوع جدلي بيننا وبين الأوروبيين، لأن احنا بنتكلم على مفهوم أشمل، هم بيركزوا تملي على المفهوم السياسي لحقوق الإنسان. لكن على أي حال كان حضور مصر مهم، بيعكس دلالات كبيرة وتقدير كبير للدولة المصرية ممثلة في شخص السيد الرئيس تحديدا، لأنه النهاردة مصر كانت بتتكلم من منطق القوة ومنطق الحجة المباشرة لتأكيد حضورها في النطاقات الإقليمية والأوروبية معا. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا.